موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، سل ألفاظ لساني كل شكر قدر، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا بنزرت تقع على الساحل الشمالي التونسي، وهي تشكل أقصى نقطة في شمال القارة الأفريقية بحكم موقعها المتميز في أقصى شمال البلاد التونسية. سنبدأ برمز بنزرت من أحد رموزها وهو جامع القصبة، وسأترك المجال كاملا لضيفي في هذا اللقاء الدكتور عماد. مرحبا بك. مرحبا. باحث في التراث التاريخي في بنزرت وفي غيرها من الآثار والمعالم التونسية. سنبدأ في جامع القصبة دكتور، المجال مفتوح لك، عرفنا بهذا الجامع أولا. إذن هذا الجامع هو واحد من أهم وأقدم المعالم التاريخية بمدينة بنزرت، وهو يقع عند مدخل القصبة التي تشكل مكون من المكونات الأساسية لما يسمى المدينة العتيقة، وهذا المكون هو فيه يعني يمثل وحدة معمارية مرتبطة بالمدينة العتيقة كل، ولكنها لها نوع من الاستقلالية باعتبار أنها مصورة وتحتوي على مجموعة من المكونات المعمارية، ومن أهمها لا شك هذه التحفة المعمارية جامع القصبة، وهو يعود على أقل تقدير من ناحية تاريخية إلى منتصف القرن الحادي عشر للميلاد، وهو يتزامن مع حكم دولة كانت دولة الحفصية، دولة ليس قبل الحفصية، هي دولة بنو الورد اللخمي. نحن في القرن الحادي عشر، قلت شهدت البلاد بعد انحلال الحكم الصنهاجي تشكل مجموعة من الدول، مثلا دويلات بالأحرى والإمارات، مثلا في تونس العاصمة الحالية المعروفة لنا كانت لنا دولة بنو خراسان، وفي بنزرت تشكلت دويلة صغيرة هي دويلة بنو الورد اللخمي التي حكمت بين منتصف القرن الحادي عشر إلى حدود 1159 للميلاد، وهذا الجامع تقريبا يتزامن مع تلك الفترة التاريخية، وهو قد شكل على هيئة المعالم والجوامع الإسلامية المعروفة، وما يثبت أقدميته أنه قد تكون باستعمال مواد بناء قديمة وعلى عهدة المسلمين الذين كونوا الجيل الأول من الجوامع والمساجد، حيث من السهل إدراك أنها مثلا اختلاف أنماط الأعمدة والتيجان التي بعضها مثلا يعود إلى الفترة الرومانية والبيزنطية، ولهذا الذي يزور المسجد يرى أنواع مختلفة من التيجان، وأيضا يرى حتى على مستوى الأعمدة مختلفة الطول، لأن بحكم ندرة هذه المواد كانوا يلجؤون إلى إعادة استعمال المواد المتوفرة في المواقع الأثرية والمعالم القديمة، وقد تاريخ بنزرت ارتبط بهذا الجامع، ومع حكم العثمانيين الأتراك تم التوسعة لهذا المعلم التاريخي وحول إلى مسجد على الطريقة العثمانية اعتمادا المذهب الحنفي. الحجارة الآن حجارة عثمانية ولا حجارة لخمية تعتبر؟ هي حجارة متنوعة. متنوعة. الحجارة الأولى أو النواة التاريخية الأصلية للجامع تعود لهذه الحقبة التي كما قلت اعتمدت إعادة استغلال واستعمال الحجارة والأعمدة والتيجان التي تعود حتى الحقبة الرومانية. دكتور، على ذكر الوجود العثماني في تونس وفي بنزرت تحديدا، بنزرت شهدت انطلاقة كثير من الثورات وحركات الجهاد على يد خير الدين بربروسة وعروج، وهؤلاء يتبعون الدولة العثمانية، وحضرتك تفضلت وذكرت أن هذا البناء شهد توسعة عثمانية. نعم. ومحاولة لتغيير المذهب. نعم. الآن بنزرت هل هي على مذهب أبي حنيفة في العهد العثماني أو على مذهب الإمام مالك، وهذا الجامع تحديدا؟ هذا الجامع في الأصل هو جامع مالكي،
والطريقة التي بني بها تدل على ذلك، لأن هناك مفردات معمارية تدل على أيضا على المدرسة الفقهية. نعلم جيد مثلا في عنصر المئذنة تكون مربعة بالنسبة إلى المساجد ذات المذهب المالكي، كذلك المنبر يكون منبر من الخشب ويكون متحركا. لما دخل العثمانيون وجدوا هذا المسجد الجامع على الطريقة المالكية. نعم. بل مع دخول العثمانيين الأتراك الذين جعلوا من القصبة مركز للسلطة السياسية بجميع مرافقها ومكوناتها، ارتأوا لأسباب أيضا أمنية في نفس الوقت تحويل هذا الجامع إلى جامع حنفي، فغيروا بعض المواصفات، من ذلك أنهم جعلوا المنبر مبنيا. ونحن نعلم أن المنابر على بالنسبة للمساجد المالكية عادة ما تكون متحركة من الخشب، لكن مقابل ذلك ابتنوا جامعا آخر هو الجامع المعروف الآن الجامع الكبير على الطريقة الحنفية، رغم أنه كان يشتغل كجامع جامع مالكي وهو الجامع الكبير، حيث نجد تلك المئذنة المثمنة الفريدة من نوعها في مدينة بنزرت. ولكن هذا الجامع أصبح جامعا ملكيا، عفوا حنفيا. فالجامع الكبير هو جامع مالكي وجامع القصبة جامع حنفي. طيب الآن نحن في نريد أن ندخل داخل الجامع دكتور. نعم. ونريد منك وصفا عاما عن الجامع، عن بعض مرافق هذا الجامع. نعم. ثم نكمل إلى بعض آثار البنزرت. أول سؤال دكتور، ما زال الجامع يحتفظ بصورته القديمة؟ هذه الصورة عثمانية الآن الموجودة، الحجارة الموجودة؟ هو في الحقيقة هناك تاريخ كامل ارتبط بهذا الفضاء، ذلك أنه خضع في تاريخه الطويل إلى سلسلة من التدخلات وأعمال الترميم والصيانة، وآخر هذه التدخلات وقعت منذ بضعة سنوات. وما ترونه اليوم في الحقيقة، وحتى نكون أوفياء و يعني دقيقين في هذا النقل، هو نتيجة لعمل الترميم. قبل 6 أو 7 سنوات لم نكن نرى شيئا من هذه العناصر الإنشائية والزخرفية بالمعلم. فمثلا الأعمدة كانت كلها مطلية، وكانت حتى المحراب لم يكن على هذه الهيئة، وإنما أعمال الترميم أماتت اللثام عن العناصر المطموسة، فكشفت الحجارة والأعمدة الرخامية والتيجان وحتى هذا من أي عصر الآن؟ العثماني؟ لا لا، هذا قبل العثماني. قبل العثماني. قبل العثماني بكثير، بل أنه يعود إلى قبل حتى بناء المسجد في حد ذاته، لأنه تعلق بمواقع أثرية استغلت بعض العناصر منها كالحجارة المنحوتة وهذه الأعمدة الرخامية، وحتى هذا النوع من التيجان الكورنثية، هذه معروفة في الفترة الرومانية، لاستغلالها في بناء المسجد. الآن دكتور بالنسبة لبنزرت مدينة قديمة، متى يرجع تاريخها؟ الاسم أصلا اسم بنزرت؟ هي مدينة بنزرت تاريخيا تعود للفينيقيين. نعم. والفينيقيون في بحثهم عن موانئ وقد عرفوا بالتجارة أسسوا مدينة بنزرت، وفي حدود 1200 قبل الميلاد، البعض يذهب إلى أقل، وقد الاسم القديم الفينيقي هو إيبو أكرا. إيبو أكرا وتعني المدينة التي يخترقها الماء. هذا هو الجامع الكبير الذي أسس في العهد الأتراك في حدود 1632 الميلاد، ويعني معروف في أنه هو بني على هيئة العمارة التي نجدها في الكثير من المساجد والجوامع العثمانية. نجد المئذنة المثمنة فضلاً عن أنواع التيجان. الآن الجامع الكبير يعتبر جامعاً عثمانياً. لا، في طريقة بنائه. في طريقة بنائه. أما في العثمانيين ما أحدثوا بناءً هنا؟ هم الذين ابتنوا هذا الجامع على الطريقة العثمانية، كما يبدو مثلاً في المئذنة المثمنة وأنواع التيجان والأعمدة، ولكنه بحكم أنها كان لضرورة ما استخدموا الجامع القصبة الذي كنا فيه، حولوه إلى جامع حنفي، فهذا صار ولو ابتنوهم جعلوه جامع مالكية على طريق المالكية. نحن نذهب إلى القصبة. نعم. ونوثق شيئا من تاريخها.
دكتور، أنت جئتنا هنا إلى جامع القصيبة ولا أرى جامعا، ما هذا المكان وأين الجامع؟ هذا في الحقيقة برج سيد الحني، معروف محليا باسم سيد الحني، وقد كان في الحقيقة قلعة بيزنطية استغلت فيما بعد على يد المسلمين لحماية المدينة من الناحية الجنوبية. فنجد شمال المرسى القصبة التي كنا بصدد زيارتها، ومن الناحية الجنوبية نجد القصيبة أو القصيبة، حيث يحتل فيها هذه القلعة مكانا متقدما بوصفها تمثل الحماية اللازمة ليس فقط للمرسى العتيق وإنما لكل المدينة. الآن هذا يعتبر متحفا دكتور، ها؟ وظف بعد ترميم هذا الفضاء، وظف لبعث الحياة فيه من جديد كمتحف تابع لجمعية صيانة المدينة بنزرت، وهي جمعية أهلية تهتم بالتراث من حيث الترميم والصيانة وغير ذلك. وأحسب أن هذا العمل ساهم في إنقاذ المعلم، لأن قبل جاءت فترة تحول فيه إلى نوع من الخراب الذي لا وظيفة له ولا أي أثر للحياة فيه. مدينة بنزرت، المدينة العتيقة وما يعرف بمدينة العتيقة، هي من أكبر المدن العتيقة القائمة اليوم ببلاد تونسية. رغم إزالة الكثير من أجزائها فقد حافظت على مورفولوجيتها القديمة، ونجد فيها اليوم الكثير من المعالم. صحيح أن معظمها يعود للفترة الحديثة، الفترة العثمانية التركية، وأكثرها من نوع المساجد والجوامع والكتاتيب والزوايا. الإخوان يشاهدون مقاطع قصيرة مع الدكتور عماد سولة، لكن في حقيقة الأمر أننا قضينا نصف يوم ونحن نتجول تحت حر الشمس، أتعبنا الدكتور وأرهقناه، فأشكرك شكرا آخر، وأسأل الله أن يبارك في هذه المدينة وفي أهلها. شكرا لك يا دكتور، تحياتي لك، تحياتي لك، نراكم على خير إن شاء الله. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لسان كل شكر قدر اجمع كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا.